أعلن معالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز عن بدء العمل في المحاكم التجارية الشهر القادم، وذلك بعد تجهيز محاكم متخصصة وقضاة من الكفاءات العالية. كما كشف الكواري خلال مؤتمر صحفي عن وجود برنامج تدريبي متكامل للقضاة بالإضافة إلى متابعة وتقييم دوري لضمان جودة العمل بما يتواءم مع استراتيجية السلطة القضائية. عقد معالي المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز مؤتمرا صحفيا أعلن فيه عن بدء العمل في المحاكم التجارية، وذلك عبر تجهيز محكمتين تجاريتين وقضاة متخصصين سينخرطون في برنامج تدريبي متكامل. المستثمر والتاجر يجب أن يطمئن، واطمئنان يجب أن يرى أن هناك نظاما قضائيا قويا في البلد. المحاكم التجارية احنا سنبدأ إن شاء الله بغض النظر عن الظروف اللي فيها من ضيق المكان قلة الكوادر الإدارية، لكن احنا سنضع الخطوة الأولى، وبالتالي الخطوة الأولى ستبدأ بتحديد محاكم محددة بعلامات مميزة للتاجر والمستثمر يستطيع أن يصل إليها مباشرة، بالإضافة إلى اختيار مجموعة من القضاة الثقات المطلعين في الأمور التجارية أن يديروا هذه العملية بتحديد اختصاصات، ويكون هناك عملا متوازيا بين العمل القضائي وبين التدريب. هذا وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أنه تم التعاون مع أحد المكاتب الاستشارية للبدء في التقييم الدوري لأداء المؤسسة القضائية، وذلك لضمان جودة العمل القضائي وتطويره في مختلف النواحي بما يتواكب مع استراتيجية السلطة القضائية. أمل المرزوق، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين. ولمزيد عن هذا الموضوع تنضم إلينا سيدة الأعمال سهير بوخماس. بعد التحية سيدة سهير، ما أهمية وجود مثل هذه المحاكم، طبعا المحاكم التجارية اليوم؟ أول شيء مساء الخير. في البداية أنا أحب أشكر جميع طاقم عمل المجلس الأعلى للقضاء على مجهودهم الكبير، وحبيت بس أنوه أن المحاكم التجارية هي مطلب لكل تاجر ومستثمر. نعم. هي من أهم الأسئلة اللي يطرح علينا أي مستثمر يحب يدخل الاستثمار في البحرين. نعم. خصوصا أن احنا المملكة الحين فاتحة المجال الاستثمار والأجنبي طبعا والمحلي في البحرين، فهذه احنا بالنسبة لنا شيء كنا نطلع عليه من زمان ونبحث فيه من فترة. نعم نعم، بالطبع كما ذكرتي بأن يعني لمزيد من التفاصيل سيدة سهير، بأن هذه المحاكم التجارية سوف يعني تطور البيئة الاستثمارية، كيف يمكن من خلال هذه المحاكم أن يتم تطوير هذه البيئة التجارية؟ طبعا هو في البداية مسألة فصل المحاكم التجارية عن المحاكم العادية فيه الاطمئنان بالنسبة للتاجر من الطرفين، سواء التاجر المحلي أو التاجر اللي من خارج البحرين، لأن راح يكون فيها عدد التشريعات والقضاء اللي متولين مثل هذه القضايا لهم الفهم بالأبعاد التجارية اللي في ما يخصنا. نعم. مختلفة بالإجمال وبالكامل عن القضايا الثانية اللي من غير الجانب التجاري، خلينا نقول سواء المحاكم المدنية أو الجنائية، فالتجارية لها طبيعة خاصة ولها فهم خاص فيها ما نحتاج إحنا كتجار ورؤوس أموال بحرينية أو رؤوس أموال أجنبية جاية من خارج البحرين. نعم سيدة الأعمال سهير بوخماس، شكرا جزيلا لك.